السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وإلى التفاصيل. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين السيد طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. كما قدم الرئيس السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقابل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه. من جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات حياة كريمة التي تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تحرص على متابعة سير مشروعات تلك المبادرة الرئاسية المهمة في كافة المحافظات. وخلال زيارتي لمحافظة الأسكندرية لتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة، شدد مدبولي على متابعة سير العمل في المشروعات في ضوء البرامج الزمنية المقررة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن. هذا وقد استهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، واستمع إلى شرح حول مشروعات حياة كريمة، حيث تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 86 مشروعا في 4 قرى و45 تابعا بمركز برج العرب، تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 27 مشروعا حتى الآن بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%، وجد استكمال باقي المشروعات. وتابع مدبولي سير العمل بمشروع مجمع الخدمات بالقرية، كما تفقد مشروع إنشاء رافع مياه قرية أبو سير. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الأسكندرية مراسلة أخبار مصر إيمان التوني. إيمان، يعني ضعينا في تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالأسكندرية. نعم، بعد تحية زميلتي وتحياتكم مشاهدينا من مدينة الإسكندرية من محافظة الإسكندرية، حيث جولة رئيس مجلس الوزراء. هذه الجولة الميدانية التي دائما ما يحرص عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كانت البداية من قرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب. هذه كانت أولى محطات جولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الإسكندرية، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تصل إلى 86 مشروعا في 4 قرى بمركز برج العرب، تخدم نحو 135 ألف مواطن. تم تنفيذ حتى الآن 27 مشروعا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والزراعة والطرق. الدكتور مصطفى مدبولي تابع سير العمل بمشروع مجمع الخدمات بقرية أبو صير، والذي يضم مركزا تكنولوجيا ومكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والتموين والبريد ووحدة للتضامن الاجتماعي وأخرى محلية ومجلسا محليا. أيضا رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروع وحدة طب الأسرة، وتابع تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية، وأيضا تفقد مشروع لإنشاء رافع مياه قرية أبو صير والتي بلغت نسبة تنفيذه 95%. بعدها توجه رئيس مجلس الوزراء إلى ميناء الدخيلة وتابع الصب الجاف للميناء. هذا ولا تزال جولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الإسكندرية مستمرة، وبالتأكيد سنكون معكم ونوفيكم بكل جديد. شكرا إيمان التوني، كانت معنا من الإسكندرية وهي مراسلة أخبار مصر.
اقتحم عشرة المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه. في غضون ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت 38 فلسطينيا غالبيتهم من محافظتي بيت لحمة وجنين. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي القوى السياسية لاجتماع اليوم للبدء في حوار وطني، وشدد القاذمي على ضرورة إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي وإتاحة الفرصة أمام الحلول الوسط للخروج من الأزمة الحالية. في غضون ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل مظاهرة حاشدة دعا تياره لتنظيمها في بغداد حتى إشعار آخر خشية وقوع أعمال عنف مع خصومه في الإطار التنسيقي. ميدانيا أعلنت القوات العراقية بدء عملية أمنية مشتركة واسعة بمحافظة صلاح الدين لتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة بشكل كامل لمنع تسلل العناصر الإرهابية. يأتي هذا بينما تواصل القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد. إلى جديد الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة زابوروجيا إن القوات الأوكرانية قصفت مجددا حاويات النفايات النووية في محطة الطاقة الذرية. وأوضحت إدارة منطقة زابوريجيا أن القذائف الأوكرانية سقطت على بعد أمتار من الحاويات، وأضافت أن قوات كييف استهدفت أيضا بعشرات القذائف الثقيلة وحدات التبريد في المحطة، محذرة من إمكانية تسرب النفايات النووية جراء القصف المستمر من قبل قوات كييف، ما سيشكل كارثة خطيرة. في المقابل، أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دهشتها من تأخر زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة الذرية. وأشارت زاخاروفا إلى أن المحطة النووية تنتظر وصول ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن العالم كله ينتظر لكشف ما يحدث حول هذه المنشأة الذرية من قبل نظام كييف تجاه أمن المحطة الذرية على حد قولها. هذا وقد بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أولينيكسي روزانيكوف احتياجات أوكرانيا الفورية وعلى المدى الطويل من المساعدات الأمنية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون في بيان أن الوزير الأوكراني استعرض خلال الاتصال مع أوستن التحديثات الخاصة بالموقف في أوكرانيا، كما بحث الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وسط تعهد بمواصلة الاتصالات الوثيقة بين الجانبين. قالت وزارة الدفاع التركية إن 4 سفن أخرى غادرت أوكرانيا محملة بزيت دوار الشمس والذرة، وأضافت أن السفن غادرت من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا في إطار اتفاق لتصدير الحبوب توسطت فيه الأمم المتحدة. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخي كروز من بلدة أوتشون الواقعة على الساحل الغربي. وقالت وزارة الدفاع في سول أن السلطات العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية تقوم بتحليل مواصفات تفصيلية لتحدي مدى وارتفاع الصاروخين. هذا ولم تجري كوريا الشمالية اختبارات على صاروخ كروز منذ يناير الماضي، وذلك حسب ما أفادت به وكالة للأنباء. في هذه الأثناء قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية. وخلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا، بل يجب أن تساهم في إحلال السلام، مشيرا إلى التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أنه يعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز الردع الموسع لكوريا الجنوبية على حد قوله.
أعلنت قوات الجيش الصومالي مقتل 10 إرهابيين وإصابة 15 آخرين خلال تنفيذ عملية عسكرية في قرية كيليجيدو التابعة لمدينة جمالي بمحافظة إشبيلي السفلي. وتمكنت القوات الصومالية من ضبط ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين. وأشارت إلى أن العمليات العسكرية تجرى في جميع أنحاء الصومال لمحاربة ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. تستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم الذي يعد أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال البيت الأبيض إن النص الذي وقع من قبل بايدن يحدث تغييرات على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا، مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار. ويرصد القانون 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، ويتيح لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية. نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان الانتماء الوطني والوعي بالمتغيرات المناخية، وذلك لتقديم عدد من التوصيات بخصوص قمة المناخ المزمع عقدها في مصر نوفمبر القادم. التغيرات المناخية وتأثيراتها على الشعوب أصبحت الشغل الشاغل للجهات البحثية العالمية، نظرا للتقلبات الحادة التي تشهدها الحالة المناخية في أغلب دول العالم وانعكاساتها الدرامية على المجتمعات. على المستوى المحلي تنشغل العديد من المراكز البحثية في الجامعات المصرية بسبل التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتنمية الوعي بها. جامعة بني سويف من هذه الجامعات. نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بها مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان الانتماء الوطني الوعي بالتغيرات المناخية. فاحنا بنعمل ورش عمل ومؤتمرات مصغرة في كليات، عشان هيبقى لنا مؤتمر شامل ان شاء الله هذا يعني شهر ان شاء الله او اول الشهر القادم، والتوصيات والحاجات اللي فيها هتوصل للوزارة وتبقى جزء من منظومة التعليم العالي ان شاء الله. مؤتمر كلية الخدمة الاجتماعية في بني سويف يأتي في اطار استعداد مصر لتنظيم المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية كوب 27 في شهر نوفمبر القادم، حيث يعمل مؤتمر جامعة بني سويف على وضع الأسس والمعايير التي يمكن أن تسهم في صياغة الرؤية المصرية قبل بدء المؤتمر، خاصة وأنه يهدف لربط الوعي الطلابي بالقضايا الوطنية والهوية المصرية. نعرض فيه أنشطة الأقسام العلمية على مدار السنة الفاتت زائد الخطة المستقبلية لهذا العام. المؤتمر حيتضمن ورقة عمل، ورقة سياسات فيها آليات للتعامل مع التغيرات المناخية من المنظور الاجتماعي طبعا. إيه كلية الخدمة تعمل وإيه كليات الجامعة تعمل؟ الورقة الثانية مهمة وفي غاية الأهمية عن الانتماء الوطني، نماذج مشرفة وآليات وكيفية زيادة وتعميق الحس الوطني لدى العديد من الشباب. مؤتمر كلية الخدمة الاجتماعية حول تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب ومثيله من المؤتمرات التي تعقدها الكثير من الجهات، إنما يعمل على إثراء معارف المواطنين بقضية التغيرات المناخية وضرورة الحد من الأنشطة التي قد تلوث البيئة للحفاظ على بيئتهم ومواردها والحد من الاضطرابات المناخية وانعكاساتها السلبية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. إلى اللقاء. شكرا لكم.